ورجعنا لكم والاهلي خط احمر وزي ما وعدناكم فقراتنا النهارده فيها كثير من السخونه لان هي رايحه الحقيقه بتشاور على المشكله فين. طيب فقره فار روم دايما بنناقش فيها امور تحكيميه انتم متعودين معانا عليها. ولكن المره دي هو كمان مش بس حالات تحكيميه هو سياق تحكيمي كامل بنشوفه. سياق تحكيمي كامل وتناقض تام ومشهد محتاجين نفهمه قبل ما نبدا نتكلم. وهو ايه التباين ده؟ السنه اللي فاتت اعلام المنافس طلع قال جمله واضحه. طلع قال مفترض ان النادي الاهلي يتعلم مننا الرقي في التعامل مع التحكيم المصري. انت متخيل يتعلم مننا الرقي في التعامل مع التحكيم المصري. ده كان كلام اعلام المنافس وموجود صوت وصوره بالمناسبه. طب ليه؟ لان طبيعي لما انت يبقى الاهلي على مدار اخر موسمين بيخسر كل موسم من 12 ل 15 نقطه بسبب اخطاء تحكيميه ونشوف بيتم احتواء المنافس وبنسمع حاجات زي روح البروتوكول يبقى لازم هنا نعرف انت ليه لازم تتعامل مع التحكيم برقي. طبيعي في اللحظه دي تقول انك لازم تتعامل مع التحكيم برقي. طب التحكيم بيبدا الاحتواء تخف وطئته حبه. فايه اللي بيحصل؟ حكام بيتم الاساءه ليهم باسوأ تجاوزات لفظيه، بيتم اهانتهم، بيتم التعرض لاشخاصهم، وبيتم تقييم الامور في اشياء بعيده جدا عن التحكيم، انما في سباب وفي اساءات وفي تطاول. هو ده الرقي اللي كنت عايز الاهلي يتعلم منه؟ ده رقي الظرف، رقي التناقض، رقي الشخص اللي بيفكر ان طالما ده بيخدم مصلحتي فانا اعمل كده، مش رقي المبدا. والمبدا دايما هو اللي بيخلق رقي حقيقي، واعتقد ده تاكدنا ان هو مفتقد. ولكن الاسبوع اللي فات كان عندنا احداث كتيره جدا، يمكن كان بطلها الحكم امين عمر اللي كان فيه كلام عنه وعن رئيس لجنه التحكيم من كابتن جمال عبد الحميد. نسمع عليه ونرجع نعقب. كنت عايز اقول ان احنا ممكن نطالب بامين عمر ده ما يحكمناش تاني. ليه؟ اولا نهى الشوط الاول في الدقيقه 48 وكان عنده اتنين كورنر وهدف، يعني اتنين كورنر وهدف فيهم على الاقل دقيقه دقيقه وربع، ماشي. نهى بالظبط، ما اداش دقيقه الهدف لما حضنوا بعض وراحوا لغايه السنتر. اتنين كورنر اتلعبوا على الملعب، الولد مشي من نص الملعب لغايه راح الكورنر، دي فيها دقيقه دقيقه ونص، دقيقه وربع ماشي. فمش مشكله، مش فارقه، هو طبعا احنا مش هنتلكك على الدقيقه وربع والدقيقتين. نيجي الشوط الثاني نهى قبل ال 8 وقبل ال 98 دقيقه، نهى قبل ال 97 قبل ال 97 دقيقه، نهى قبليها وكان في تغييرات وكان في انذار لفريرا وكان في خناقه، فاهمني؟ ونهى قبليها. انا برضو مش فارقه، يعني مش فارقه معايا الحاجات دي، بس بقى بتاع الاهلي، بتاع النادي الاهلي اللي حكم اللي هو طارق عادل دوت، ولا طارق اسمه ايه؟ طارق مين اللي هو محمد عادل؟ لا طارق حاجه، طارق مجدي. ادى فوق الوقت الضايع بكورنرين للنادي الاهلي لغايه ما اتعادل، وامين عمر بيصفر قبلينها قبل الوقت. فانا بقول لك انا مش هتلكك على الدقايق دي، بس اديني حقي. انا بطالب بحقي. يعني انا انت اديت للنادي الاهلي زياده عن حقه، وجيت عندي خدت مني حقي. يبقى اذا كلاتر بيرج بيقول لهم النادي الاهلي خلاص، يعني نقول للزملكاويه خلي بالكم اللي هو رئيس لجنه الحكام دوت ادى تعليمات خلاص النادي الاهلي. انا تخيلت حاجات كتيره جدا ممكن تحصل وانا في المكان ده وفي البرنامج ده، انما من الحاجات القليله جدا اللي تخيلتها ان هيطلع حد من اعلام نادي الزمالك ويتكلم على كابتن امين عمر بالشكل ده، او يتعرض امين عمر من نادي الزمالك لكل ما تعرض ليه على مدار الاسبوع اللي فات. ليس تشكيكا في احد، ولكن في ارقام تخليك تقول ان اول واحد يحس بالصدمه من الكلام اللي بيتقال هو كابتن امين عمر، لان الارقام بتقول كلام تاني خالص. الارقام بتقول ان التقييم ده وفكره حكم اهلاوي ووالده اهلاوي واصل كذا والتعرض ليه بكل الاشكال، اعتقد ده الارقام بتنفيه. انتوا يا جماعه انتوا واصلين لمرحله ان انتوا عايزين تحكيم ما تخسروش معاه باي شكل من الاشكال عشان الحكم ده يبقى كويس. هو ده المعيار فقط، مش معيار الحكم بيعمل ايه. لان لو استعرضنا امين عمر وارقامه مع الاهلي مقارنه بالزمالك هنلاقي امين عمر كتحكيم هو تميمه حظ على نادي الزمالك في مبارياته، ده بالارقام 28 مباراه
22 فوز لنادي الزمالك، 5 تعادلات وهزيمة وحيدة. يعني بص النسبة. طب تعالى شوف النادي الأهلي حكم له 19 مباراة كابتن أمين عمر، منهم 6 تعادلات وهزيمتين و11 فوز. شوف نسبة 8 مباريات من 19 الأهلي حقق فيها نتيجة سلبية مع أمين عمر. هو لو كده أهلاوي أعتقد إحنا محتاجين نعيد حساباتنا في كل شيء يخص علاقة بمفهوم الأهلاوي. ولكن هو أهلاوي أو زملكاوي مش مفترض إن هو في الملعب هيكون الانتماء، مش مفترض وهو بيحكم هيكون الانتماء. إنما أنت خدت فكرة أهلاوي وأبوه أهلاوي، ولما تدخل الداتا أو المعطيات اللي اتقالت من إعلام نادي الزمالك وتطلعها من الناحية التانية، هيحصل لك حاجة واحدة بس، ايرور. ايرور، في خطأ. اللي على الشاشة ده يخلي يبقى عندك خطأ. لو الحكم بالأرقام دي هو حكم متربص بنادي الزمالك وبيجامل نادي الأهلي، فصدقني ايرور، في خطأ. لأن مستحيل تكون دي أرقام حكم بيجامل النادي الأهلي ومتربص بنادي الزمالك. فأنا مش متخيل، الأمور بتتغير والدنيا بتمر عشان كابتن أمين عمر يسمع الكلام ده اللي أنا في رأيي عمري ما تصورت إنه كان هيتقال عليه. والله كابتن جمال عبد الحميد أنا بشكره جدا على الفيديو ده. ليه بقى؟ الفيديو ده كان بعد مباراة الزمالك وأسوان مباشرة. مباشرة لو تلاحظوا في الفيديو ده الكابتن جمال عبد الحميد تحدث في اعتراضه عن الكابتن أمين عمر واعتراض على أمين عمر في المباراة القادمة لنادي الزمالك واستبعاده من مباراة نادي الزمالك القادمة بسبب إن هو ما حسبش دقيقة وربع وقت بدل ضايع. طيب ليه الكابتن جمال عبد الحميد بقى الفترة الأخيرة دي كلامه اتغير؟ جت الرسالة وصلت. أمين عمر لازم يتم اغتياله معنويا لأسباب متعلقة بأن أنا أصدر أن أنا بخسر نقاط بسبب التحكيم وليس بسبب الأداء ولا بسبب مشكلات لاعبين مع جهاز فني ولا حتى بسبب اعتذار عناصر مهمة جدا من عناصر الجهاز الفني عن استكمال المهمة لأسباب متعلقة بأشياء تدور عن فكرة مين اللي هيدير القصة دي على أرض الملعب ومين اللي بيواجه تعليمات على أرض الملعب، ولا بسبب عزومة فيها بعض المنتجات السمكية ولا أي حاجة من هذا القبيل. كل الأمور هنشيلها لأمين عمر، بس ما كانش لسه الكابتن جمال عبد الحميد وصلت له الرسالة دي، فكان بيعترض على دقيقة أو ربع وقت بدل ضايع. لما استعرضنا صور الأرقام خسارة نادي الزمالك بالنسبة المئوية لعدد النقاط في مباريات قضها تحكيميا أمين عمر 15%، 13 نقطة من أصل 84 نقطة المباراة بثلاث نقاط. على المقابل النادي الأهلي فقد 18 نقطة من 19 مباراة، يعني من 57 نقطة بنسبة 31%. يعني النادي الأهلي فقد 31% من النقاط اللي كان الكابتن أمين عمر حكم فيها. طب السؤال هنا، لو في تعليمات لأمين عمر إن هو يجامل النادي الأهلي، كان عمل إيه في النادي الأهلي أكتر من كده؟ طيب التعليمات دي جاية منين؟ جاية من كلاتنبرج. طب لو كلاتنبرج اصلا عايز يدي تعليمات للحكام يجاملوا النادي الاهلي، طب ليه كلاتنبرج نفسه ما جاملش النادي الاهلي في لقطه كان المفترض يقول فيها ركله جزاء بقى بما ان هو هيجامل النادي الاهلي؟ تعالوا نسمع تحليل كلاتنبرج لاحد اللقطات المهمه جدا في مباراه النادي الاهلي وسيراميكا. The referee played on after two players challenged for the ball inside the penalty area. The VAR reviewed the incident and agreed with the referee's decision. I agree with the referee and VAR to play on, as even though there is a small contact on the leg of the attacker by the defender in challenging for the ball, this contact was not consistent with the way that the attacker falls, which gives the impression to the referee team that the attacker was trying to gain from this contact. As football is a contact sport, I would prefer that these type of challenges, if the referee team have any doubt, is to play on. بص معايا بهدوء، دايما باخدك للنقطة دي، ألا وهي إيه؟ استبعد رأيك في اللعبة. إحنا مش هنقول ركلة جزاء ولا مش ركلة الجزاء، أنا أقول إن أنت بتظن إن رئيس لجنة الحكام ده شخص إدى تعليمات للحكام إن هم يجاملوا النادي الأهلي، وأنت عارف كويس قوي إن الكلام ده مش حقيقي، وأنا عارف إن أنت عارف إن أنا عارف إن الكلام ده مش حقيقي. طيب المفترض كلاتنبرج يجي في لقطة زي دي يعمل إيه؟ اللقطة اللي فيها شبهات همايل ناحية النادي الأهلي. اللقطة دي لو طلعت قلت ركلة الجزاء محدش هيزعلني في حاجة. بالعكس هتقول لي كلاتنبرج ما بينتقدش حكامه، لا في فيديوهات كتير فاخطاء لتحكيم سواء الفار او حكم الساحه، وطلع قال ان المفترض حكم الساحه كان يعمل ده، على راسها مثلا محمد معروف لما تغاضى عن طرد زكريا الوردي اللي طبعا يعني ربنا يشفيه من حاله الاكتئاب اللي جات له بسبب هدف برونو سافيو. ما ده كان ممكن يطلع كلاتنبرج
يتغاضى عن القصه دي. لا، كلاتنبرج طلع غلط حكامه لما كان في حكم اخطا في تنفيذ او تطبيق القانون. فالقصه باختصار شديد، لو كلاتنبرج هيقول الحكام جاملوا النادي الاهلي كان هو جامل النادي الاهلي وكان قال النادي الاهلي له ركله جزاء في المباراه دي وعاقب اللعيبه، ولكن احنا خسرنا نقطتين في المباراه اللي كلاتنبرج شاف الكره دي مش ركله جزاء برغم ان في خبراء تحكيم شافوها ركله جزاء. دي نقطه مهمه جدا، لان ممكن البعض يقول لك ايه، قال لك طيب اصل انت بتستشهد وجايب لي لعبه تستشهد بيها ان كلاتنبرج قال معلول ملوش ركله جزاء، وهي اصلا كل الناس شافت او كل الحكام شافوا انها ما فيهاش ركله جزاء، فهو جاملك في ايه؟ هو تبقى المجامله الصارخه ان انت يجي يقول غير كده وهو مش هيعرض نفسه لكده. لا، الراجل لا، ده في حكام قالوا كده، في حكام قالوا ان الكوره فيها ركله جزاء لمعلول، فبالتالي هو لو عنده قابليه لمجاملتك وقابليه انه يوصل رساله للحكام في امور زي دي طبيعي هيروح يقول لا كان في ركله جزاء، عشان دايما يحسس الحكم ان اي قرار خدته لصالح النادي الاهلي حتى لو في شك او حتى لو مش حقيقي انا بدعمك. الراجل ما عملش كده خالص، الراجل في فيديو لحالات منتقاه جاب اللعبه وقال ان هي مش ركله جزاء، ولكن عشان ناكد دايما دي مدرستنا ودايما دي طريقتنا ان الكلام بالصوت والصوره. كابتن احمد الشناوي تعالوا اسمعوا في نفس اللعبه كان بيقول ايه. هناك فرق باني انا بلتحم معاك عشان اخد الكوره وانت بتجري يعني بجري معاك في نفس الخط، لكن في فرق بان انا بعوق تقدمك، بمنع تقدمك، اعاقه التقدم وانا امشي بالكوره وانت ما تجيش جنبي يبقى خلاص انا الفاول موجود. هل لاعب سيراميكا رجله في الوضع ده بيجري ولا بيعوق؟ بيعوق خلاص، وايده نفس الكلام. اذا النهارده بالشكل ده واضح ان الاعاقه موجوده للاعب النادي الاهلي، وكان لابد على حكم الفار انه يجيب ابراهيم ويوريها له وابراهيم ياخد القرار ما ياخدش القرار. دي حاجه زي ما جابه في اللعبه بتاعت كريم وحكم الفار ما بيحتسبش، انما لعبه زي دي بعتقد الاعاقه واضحه جدا. وادي بص الايد، ادي الايد وبعدين الرجل بقى عشان ايه؟ يمنع تقدمه تماما، يعني ممكن الايد وكان ما عملش الرجل كان يقدر يروح خلاص. الكرة كمان هنا ده زادت داخل الملعب ما كانتش خرجت، فطبعا هنا الكرة اللعيب واخد الكرة وماشي، يعني علي معلول كان واخد الكرة ومستحوذ وماشي. بص من هنا، بص اللعيب بيحط رجله عشان يعوق تقدمه، فبالتالي هنا المخالفة موجودة. اللقطة اللي جاية دي بتبين مدى الإعاقة لتقدم اللاعب. بصوا رايح اهو ما بيجريش، عارف لو كان بيجري معاه في نفس الاتجاه وحصل السقوط ده لعلي معلول يستمر اللعب. يمكن رد فعل عالي يا كابتن شناوي هو اللي ضخم الامور بالنسبه لل انا عايز اقول ان ابراهيم يعني ممكن التفاصيل دي ما شافهاش مع وقت المباراه والحاجات دي كلها، فطبعا هنا كنت اتمنى زي ما قلت حكم الفار يجيبه. راي واضح في اللعبه وتحليلها من اكتر من زاويه وتاكيد انه فيها كل ما يدعو ان اللعبه تحتسب ركله جزاء. وزي ما بنفكركم عشان برضو تبقوا رابطين معانا، احنا هنا مش جايبينها عشان نقول ان الاهلي كان له ركله جزاء، احنا جايبينها عشان نرد على كابتن جمال عبد الحميد اللي كان في الاول خالص بيقول ان كلاتنبرج بيجامل النادي الاهلي وبيودي رساله لحكامه بشكل واضح الدوري للنادي الاهلي. وقلنا لو في حد بيوجه رساله عمره ما هيكون رايه في اللعبه دي ان هي مش ركله جزاء خالص، لان ده مش هيكون منطقي.